مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد، نهار جديد، موضوع جديد كما العادة، دائما وأبدا بإذن الله، الحمد لله، بسم الله، ما شاء الله. اليوم موضوعنا على السريع على السريع أصدقائي، وهو كما شاهدتم في العنوان مراحل تطور الزهرة من تفتحها إلى غاية عقد الثمار. هذا الدرس قمت به خصيصا لبعض الإخوة الذين لاحظت كيف يطرحون تساؤلات، لماذا تسقط الأزهار؟ يعني كيف، هل تريد للأزهار أن تبقى يعني طول الموسم في الشجرة؟ من الغير الممكن. لذلك سأريك في هذه مثلا في هذه الشجرة مراحل تطور الزهرة من تفتحها إلى غاية عقد الثمرة. ابقى وشاهد الفيديو إلى الأخير لكي تستفيد عزيزي المشاهد. إذا كنت أول مرة تصل إلى قناة الفلاحة والطبيعة، يمكنك الاشتراك في القناة لكي تصلك فيديوهاتنا بسرعة، كما يمكنك ضغط زر الإعجاب لدعمنا وترك أيضا تعليق يحفزنا أو فيه استفسار. لاحظوا أصدقائي، هذه زهرة، مثلا هذه شجرة التفاح. لاحظوا هذه الأزهار أصدقائي، هي تشك على التفتح، تبدأ وكأنها برع منتفخ ثم تبدأ بالتفتح. أثناء التفتح يظهر هذا اللون الأحمر للزهرة في البداية، وهذا ما نسميه فترة الطربوش الأحمر، أين نقوم برش الكبريت الميكروني وأيضا مادة البور والزنك. يمكنكم مشاهدة هذه الدروس لكلتا المادتين اللتان ذكرتهما في الفيديوهات السابقة. لاحظوا أصدقائي، ها هي هنا مثلا، هنا بالضبط. لاحظوا كيف تبدأ الزهرة، تبدأ بهذه الطريقة، يعني في كل باقة أزهار تجد بالضبط 5 إلى 6 وحتى 4 أزهار هكذا تنتفخ، ثم تبدأ بالتفتح، تعطي هذا اللون الأحمر، أي فترة الطربوش الأحمر، ثم تبدأ يعني هذا اللون الأحمر للزهرة يبدأ بالانتفاخ رويدا رويدا، يومين 3 إلى 4 أيام تجد زهرتك بيضاء هكذا متفتحة بهذا الشكل، بيضاء جميلة. هنا تبدأ مرحلة التلقيح سواء بالنحل أو الرياح إذا تواجدت، فهذا ما يجعل انتقال الرحيق وتلقيح الأزهار. ثم مباشرة حوالي 10 أيام 15 يوم، وممكن أقل وممكن أكثر للزهرة حسب الجو وحسب درجة الحرارة السائدة في منطقتك صديق الفلاح، تبدأ بتلات الشجرة أو أوراقها بالسقوط كما تلاحظون هنا. هنا أصدقائي الفلاحين، الكثير من الإخوة طرحوا علي أسئلة، لماذا تتساقط الأزهار؟ هذا ليس تساقط صديقي، طالما حامل الزهرة جيد ومتين كما ترى، هو نظيف وبحالة جيدة، فقد سقطت الأوراق. لماذا؟ لأن هنا تأتي مرحلة بداية العقد. لاحظوا مثلا أصدقائي وراء هذه الزهرة ماذا يوجد؟ يوجد تقريبا حبة تفاح بحجم حبة عدس، ستصبح قريبا حبة حمص ثم فاصوليا ثم تكبر وتبدأ بالنمو لكي تعطي لنا ثمرة جيدة جاهزة. أصدقائي هنالك اختلاف بين الإزهار من منطقة إلى أخرى، وأيضا هنالك اختلاف في الشجرة، يعني مثلا هنا لاحظوا هذه الشجرة بدأت بالعقد، وهنالك أشجار أو أزهار متفتحة وأزهار في مرحلة الطربوش الأحمر، وهنالك أيضا أزهار قادمة كما تلاحظون، يعني أزهار متأخرة هي أيضا ستعقد وستعطي ثمار بحول الله. لاحظوا مثلا هذه، لاحظوا أصدقائي مثلا هذه، ها هي، لاحظوا هنا بالضبط، هنا إذا كان الفيديو واضح، نعم هنا واضح. لاحظوا هذا البرعم سيعطي أزهار وستلتحق وستكون أزهار جيدة وجميلة الشكل، وستنطلق وستعطي ثمار جيدة بإذن الله إلى يعني مرحلة معينة، ربما منتصف شهر ماي أو بداية جوا، هنا تنتهي مرحلة العقد، حتى الأزهار المتأخرة لن تعقد الثمار، لأن
لأنه هو ببساطة فاتت مرحلة العقد. إذا أعجبك الفيديو يمكنك دعمنا بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وذكر وجعل تعليق يحفزنا وفيه استفسار. أسعد دائما بخدمتكم ومقاسمة أو تقاسم تجربتي البسيطة معكم أصدقائي الفلاحين. أتمنى أن تكونوا بخير، دمتم بخير، وإلى اللقاء.